Oh Dieu, sonne. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وسميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرب جل وعلا، أخلصت لذكر صفة الرب. فلم يذكر فيها شيء آخر غير هذا، أخلصت لذكر صفة الرب. ولو قال قائل من الله؟ 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 قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السورة أخلصت لذكر صفات الله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم رجل، وكان يصلي ويختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، يختم بقل هو الله أحد. فأشكل ذلك على من معه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال اسألوه لأي شيء يفعل ذلك. فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروا أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن حب توحيد الأسماء والصفات وحب أسماء الله وصفاته
سبب عظيم لدخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فتوحيد الأسماء والصفات، هذا العلم المبارك، هو أشرف العلوم وأزكاها، وشرف العلم من شرف معلومة، ولا أزكى ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بأسمائه وصفاته. ولهذا العلم الشريف العظيم المبارك أثر على الإنسان في حياته وعبادته وسلوكه وفي تعامله، كما قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد 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 أبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.